تعالوا بقى النهاردة هنعمل حتة وصفة رهيبة جدا حقيقي، لو عملتوها مرة مش هتقدروا تستغنوا عنها تماما. وصفة رهيبة تستعمليها في كل أكلك، ولا 100 أكلة هتستعملي فيها الوصفة دي، من جمالها مش هتبطلي تعمليها. تعالوا نشوف عملنا ايه. وقبل ما نقول عملنا وصفة النهاردة ازاي، لو انت اول مرة تشوفيني ادخلي القناة وقيمي المحتوى، لو عجبك اعمل اشتراك وفعل الجرس على الكل لنوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ ونشوف عملنا وصفة النهاردة ازاي. معايا نص كيلو من الفلفل، سواء فلفل هو الاحمر او الفلفل الاخضر البلدي دوت زي ما تحبي تحطي الفلفل اللي تحبي تحطيه. ونزلت عليه بفصين من الثوم او ثلاثه، المقادير دي بتكون حسب مزاجك انت. فرمتهم طبعا بالشكل دوت، مش هحط عليهم ملح دلوقتي ولا اي حاجه خالص، عشان عايزه الهريسه بتاعتي ديت تكون كده ايه خشنه، مش عايزاها تكون ناعمه كده وايه وتنزل ميه، مش عايزاها تنزل ميه دلوقتي خالص. تعالوا بقى النص كيلو ده هحط عليه معلقه كبيره مليانه من الملح. طبعا الحاجات دي ليها طريقه حفظ معينه علشان ما تنموش فيها البكتيريا، فلازم نحفظها بطريقه سليمه. انا حطيت هنا معلقه من الملح، بس هنا الفيديو كان مكملش معايا التصوير، كنت حطيت بقى بعدها معلقتين من الخل وعصير ليمون عليه في اثناء المقادير دي، كانت الايه التصوير قطع. بعد كده حطيت هنا الزيت، حطي كمية كويسة من الزيت عشان الزيت دوت هيخلي الهريسة بتاعتك دي تكون طرية لما نحطها في الفريزر، لان انا هستخدمها واحطها في الفريزر، مش هحطها في رف التلاجة. في ناس بتستخدمها تحطها في رف التلاجة، لكن انا أأمن بالنسبة لي ان انا احطها في الفريزر، امان اكتر عشان عدم نمو اي بكتيريا فيها بطريقة الخل والليمون والملح. الحاجات دي بتمنع نمو اي بكتيريا تماما في الثوم، وكمان زائد حفظه في الفريزر. الحاجات دي كلها حاجات مهمه جدا ان احنا نعملها. فهحطه في برطمان يكون متعقم كويس جدا. بعد كده هحط عليه كميه كمان من الزيت من فوق كده اهوت. فضروري جدا تحطي كميه من الزيت كويسه علشان تاخدي منه المعلقه بكل سهوله وما يجمدش منك اهو. بصوا جميل جدا يا جماعه. تعالى اقولك بقى، عندك طعميه تحطي فيها، عندك سمك، فراخ مشوية، بابا غنوج، بتنجان، ملوخية، بامية، أي حاجة بتستخدمي فيها التوم في ثواني تلاقي نفسك بتاخدي كده المعلقة وبتحطي على الأكلة بتاعتك، وكمان ما بيهدرش زي ما احنا كده بناخد راس التوم ونستخدمها والباقي تلاقي ايه نروح نرميينه على طول، فبيبقى فيه هدر لما باخد راس التوم واعملها في وقتها كده. لكن كده بصراحة باخد على قد الأكلة بالظبط، وكمان بيسهل الناس اللي هي الموظفين اللي مستعجلين كده على طول، يبقى سهل جميل جدا حقيقي. يعني ما بقدرش استغنى عن البرطمان ده، يبقى رهيب جدا في البيت. يلا اللي معايا لغايه دلوقتي يدوس لايك. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهارده. لو الوصفه عجبتك وحابه تفيدي حبايبك واصحابك وقرايبك، اعملي لايك واعملي شير للوصفه. لو انت مش مشتركه واول مره تشوفيني، اعملي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. اتمنى الوصفه تعجبكم وتنفذوها وتقولي رايكم في التعليقات. والقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.